أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا علام الغيوب، يا الله، يا غفار الذنوب، يا الله، يا ستار العيوب، يا الله، يا كاشف الكروب، يا الله، يا مقلب القلوب، يا الله، يا طبيب القلوب، يا الله، يا منور القلوب، يا الله، يا أنيس القلوب، يا الله، يا مفرج الهموم، يا الله، يا منفس الغموم، اللهم إني أسألك باسمك يا جليل يا جميل، يا الله، يا وكيل يا كفيل، يا الله، يا دليل يا قبيل، يا الله، يا مديل يا منيل، يا الله، يا مقيل يا محيل، يا الله، يا دليل المتحيرين، يا الله، يا غياث المستغيثين، يا الله، يا صريخ المستصرخين، يا الله، يا جار المستجيرين، يا أمان الخائفين، يا الله، يا عون المؤمنين، يا الله، يا راحم المساكين، يا الله، يا ملجأ العاصين، يا الله، يا غافر المذنبين، يا الله، يا مجيب دعوة المضطرين، يا الله، يا مجيب دعوة المضطرين، يا الله، يا ذا الجود والإحسان، يا الله، يا ذا الفضل والامتنان، يا الله، يا ذا الأمن والأمان، يا ذا القدس والسبحان، يا الله، يا ذا الحكمة والبيان، يا الله، يا ذا الرحمة والرضوان، يا الله، يا ذا الحجة والبرهان، يا الله، يا ذا العظمة والسلطان، يا الله، يا ذا الرأفة والمستعان، يا الله، يا ذا العفو والغفران، يا الله، يا من هو رب كل شيء، يا الله، يا من هو إله كل شيء، يا الله، يا من هو خالق كل شيء، يا من هو صانع كل شيء، يا الله، يا من هو قبل كل شيء، يا الله، يا من هو بعد كل شيء، يا الله، يا من هو فوق كل شيء، يا الله، يا من هو عالم بكل شيء، يا الله، يا من هو قادر على كل شيء، يا الله، يا من هو يبقى ويفنى كل شيء، يا الله. اللهم إني أسألك باسمك يا مؤمن يا مهيمن، يا الله، يا مكون يا ملقن، يا مبين يا مهون، يا الله، يا ممكن يا مزين، يا الله، يا معلن يا مقسم، يا الله، أن تصلي على محمد وآل محمد.